السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي تلاميذ السادس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس مادة العلوم، ودرسنا لهذا اليوم أعضاء الحس صفحة 78. في البداية المنهج طبعا حسب المنهج 2023 المنهج الجديد. أولا أعضاء الحس في الإنسان هي من هي العين والأذن والأنف واللسان والجلد. ممن تتركب العين؟ أول شيء العينان عضوا البصر. تعريف: العينان عضوا البصر، يغطي العين جفنين، زين، جفن علوي وجفن سفلي. خلينا نشوف شنو وظيفة الأجفان. وظيفة الأجفان غلق العينين أثناء النوم وحمايتهما من دخول الأجسام الغريبة. هاي وظيفة الأجفان. زين، نجي من تتكون العين. تتكون العين من ثلاث طبقات: الطبقة الخارجية وتسمى الصلبة أو بياض العين، يا أما نسميها الصلبة أو بياض العين، وتضم من الأمام القرنية وتكون محدبة إلى الخارج. زين، الطبقة الوسطى تسمى المشيمية وتضم الجزء الملون من العين الذي يسمى القزحية، وتوجد في وسط القزحية فتحة صغيرة يمر الضوء من خلالها إلى العين تسمى البؤبؤ. هذا تعريف البؤبؤ. وخلف البؤبؤ تقع منه عدسة العين، وتمتاز بكونها شفافة. هذا يقصد عدسة العين. شنو تعريفها؟ تقع خلف البؤبؤ وتمتاز بكونها شفافة وذات شكل محدب الوجهي. زين، الطبقة الداخلية للعين تسمى الشبكية التي تتحسس الضوء وتميز الألوان. هاي وظيفة الشبكية، تتحسس الضوء وتميز الألوان، وتنتقل التفاصيل إلى الدماغ عبر العصب البصري، وهي المسؤولة عن الإبصار. هذا كل ما موجود في الطبقة الداخلية للعين وتسمى الشبكية. تعريفها: تتحسس الطبقة الداخلية للعين، تتحسس الضوء وتميز الألوان، وتنتقل التفاصيل إلى الدماغ عبر العصب البصري، وهي المسؤولة عن الإبصار. زين، نجي الحفاظ على حاسة البصر. نظرا لأهمية تمثلها حاسة البصر، وجب علينا أن نحافظ على صحة هذه وسلامة هذه الحاسة. شلون أحافظ عليها؟ فلا أجلس قريبا أمام التلفاز، وأيضا أمام شاشة الحاسوب مدة طويلة. الشيء الآخر، استخدم الإضاءة المناسبة عند القراءة، واهتم بنظافة العين، وأرتدي النظارات الشمسية في الأيام التي تكون فيها أشعة الشمس قوية. هذا بالنسبة للمحافظة على حاسة البصر. نجي الحاسة الثانية اللي هي الأذن. الأذن عضو حاسة السمع لدى الإنسان. وتتألف الأذن من الأذن الخارجية والأذن الوسطى والأذن الداخلية. الأذن الخارجية تبرز فوق سطح الرأس وتسمى الصيوان. زين؟ تعريفه: وهو تركيب غضروفي مغطى بالجلد يحتوي على طيات ومن الصيوان الأذن تبدأ القناة السمعية الخارجية. التي تحتوي على شعيرات ومواد شمعية. مادة شمعية تفرز الأذن، شنو فائدتها؟ تعمل على حماية الأذن ومنع دخول الأتربة إليها، وظيفتها التقاط الموجات فوق الصوتية. شوفوا، هاي المادة الشمعية تفرزها الأذن، تعمل على حمايتها ومنع دخول الأتربة إليها. وظيفته منه اللي هو يقصد الصيوان الأذن. دير بالكم، شنو وظيفة الصيوان الأذن؟ التقاط الموجات الصوتية. زين، نجي على الأذن الوسطى، وتتكون من تركيب يسمى غشاء الطبلة. وتحتوي الأذن الوسطى أيضا على ثلاث عظام، وظيفتها نقل الصوت إلى الأذن الداخلية. وظيفتها
نقل الصوت إلى الأذن الداخلية. الأذن الداخلية ترتبط بالعصب السمعي الذي ينقل الأصوات إلى المخ ليقوم بتفسيرها. ترتبط بالعصب السمعي الذي ينقل الأصوات إلى المخ ليقوم بتفسيرها. كيفية الحفاظ على حاسة السمع؟ أولاً، اهتم بنظافة أذني. أبتعد عن الأماكن التي يعلو فيها الضوضاء والأصوات المزعجة، ولا أستخدم سماعات الهاتف مدة طويلة. السبب، أذكر السبب يعني تعليل، لأنها تسبب الأذى لطبلة الأذن نتيجة لتعرضها للصوت العالي مباشرة. أيضاً نجي على الحاسة الأخرى اللي هي حاسة الأنف. الشم من الحواس الخمسة للإنسان، والأنف هو عضو الشم. يتكون الأنف من فتحتين تسمى المرخرين، تكون موطنة من الداخل بشعيرات صغيرة ومادة مخاطية، فائدتها تعمل على ترطيب السطح الداخلي للأنف. هاي فائدة المادة المخاطية، تعمل على ترطيب السطح الداخلي للأنف. يتصل تجويف الأنف من نهايته بتفرعات العصب الشمي، والتي تنقل الروائح التي نستنشقها إلى المخ حتى يتم التعرف عليها وتشخيصها. هاي فائدة العصب الشمي. الحفاظ على حاسة الشم، أحافظ على أتجنب استنشاق الروائح النفاذة والكريهة، ويجب أن أستعمل المناديل الورقية في تنظيف الأنف، وأن أغطي أنفي وفمي بالمنديل أثناء العطاس وعند إصابتي بالزكام. زين، نجي على ممن يتركب اللسان. يتركب اللسان. اللسان هو عضو حاسة التذوق، وهو عضو عضلي يحتوي على مناطق تعمل على تمييز الطعم تسمى براعم التذوق. إذا براعم التذوق هي مناطق تعمل على تمييز الطعم، وهي أربعة أنواع: براعم المرارة التي تميز الطعم المر وتقع في القسم الخلفي من اللسان، وبراعم الحموضة والتي تميز الطعم الحامض وتقع على جانبي اللسان الخلفيين، وبراعم الحلاوة والتي تميز الطعم السكري وتقع في مقدمة اللسان، وبراعم الحلاوة الملوحة العفو والتي تميز الطعم المالح وتقع على جانبي اللسان الأماميين. احفظوا مكاناتهم. وهذا رسم مهم، هذا الرسم مهم اللي هو يميز لي براعم المرارة والحموضة وبراعم الملوحة وبراعم الحلاوة. الحفاظ على حاسة التذوق. لكي أحافظ على حاسة التذوق، أتجنب تناول الأطعمة الحارة التي تؤذي اللسان وتسبب الحروق في سقف الفم واللسان. زين، بالنسبة إلى مراجعة الدرس، قلنا ما أعضاء الإنسان، الحس في الإنسان ومما تتركب، يعني اللي عندك اللي هي أعضاء الحس: العين والأنف والأذن واللسان ومما تتركب مكوناتها. يقول مثل التركيب الذي يمثل الجزء الملون من العين، ضعوا القزحية هي، نرجع على العين نشوف شنو الجزء اللي يتركب من العين. العين، الجزء الملون من العين هو القزحية. شوفوا طبقة العفو العين الذي يسمى القزحية، الجزء الملون من العين والذي يسمى القزحية. أيضا عندنا من الأسئلة اللي موجودة بالمراجعة، ترى الأسئلة المراجعة مهمة لأن تجي بالمناطق الوزارة. المناطق المسؤولة عن تمييز الطعام في اللسان، قلنا براعم التذوق. ما السلوكيات الواجب اتباع الحفاظ على حاسة السمع؟ لأن مهمات ذكرناهن. تتكون الأذن الوسطى من ثلاثة عظام، الأذن الوسطى قلنا تتكون من ثلاثة عظام. الطبقة الخارجية للعين تسمى الصلبة، زين. عندنا أيضا: أيهما أهم للإنسان، حاسة البصر أم حاسة الشم ولماذا؟ الأهم للإنسان هي حاسة البصر، لأنه حاسة البصر مهمة جدا للإنسان، لأن أي تلف في حاسة البصر بعد الإنسان ما يقدر أنه
يرى، هاي وحدة. والشيء الثاني انه حاسة البصر، اذا تنتبهون عليها هنا، خلينا نرجع لها شوية. حاسة البصر لأن تلف حاسة البصر يسبب العمى للإنسان، فهي تعتبر أهم من حاسة الشم. نجي على هاي كل ما موجود في الأسئلة، فرصة الأسئلة. يعني التفكير الناقد عادة ما يجي لكم إياه، أهم شيء إنه ذني المفاهيم الأساسية. هذا كل ما موجود في هذه الدرس، فصل أعضاء الحس، صفحة 78. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة، شكرا جزيلا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.